وفي سياق موازٍ، بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر مع رؤساء جمعيات مستثمري إقليم الصعيد سبل حل مشكلاتهم التي تعوق نمو حجم الاستثمارات. جاء ذلك في ختام زياراتها لمحافظة قنا، حيث من المقرر الانتهاء من فرع مجمع الاستثمار هناك خلال 10 أشهر، بما يوفر كل الخدمات للمستثمرين. وأوضحت الوزيرة أن إجمالية حركة الاستثمار في قنا تبلغ ما يفوق 842 مليون دولار.